السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا شباب رجعنا لكم مقطع جديد من غرائب وعجائب التيك توك. وغريب انا يعني في هذه الحلقة اسم الفليكس الكيبل، ما ادري الفليكس الدوسري، والله ما ادري، انا صراحة ما ادري يعني ليش التيك توكين اساميهم زي كذا، عبود الكيبل فيكس المدريش فيكس في الصيدلية تلقاه مو هنا. الزبد هذا الشخص يعني زي ما هو مكتوب في العنوان فضح كل شركات العالم وطلعهم على حقيقتهم يعني، لكنه يعني تيك توكر في النهاية، اذا انتم يعني عارفين ايش اقصد فانا ما ادري صراحة، انا ما اقول شيء ما اقول شيء. الزبد خلونا نشوف فيكس ما ادري فليكس ذا ونخش في المقطع على طول يا حبيبي. انا طبعا فتحت حساب فليكس الدوسري وشفت انه منزل فضايح كل شركات العالم ويعني قفطهم على حقيقتهم، برضه يعني نزل فضيحه السوني زي ما انتم شايفين قدامكم، فخلونا نشوف يعني ايش قال عليه. جبتكم فضيحه السوني يا الربع، دخلت على الورع وهي لعب وشابكن السماعات في المضراب. دقيقه شابك السماعات فين وشابكن السماعات في المضراب؟ الحين يد سوني ذي ما غيرها، يب يد سوني ذي اللي كلنا عارفين اسمها يد سوني، خليت اسمها مضراب؟ لكن انك تضرب الولد الصغير فيها يعني ايش اللي مضراب؟ بس كمل الله يهدينا ويهديك. ويوم حسيت عليه مش قلت ميت فكها ما يدري، افلا فيه واحد ورع ثاني يقول ميت دخلنا البارتي، دخلنا وايش البارتي اللي عندكم؟ ها تجمعون فيه من ذا الدشير وذا الملحيت، والله العظيم ما تمشي علي. كفو يكفط الولد الصغير، وش يسوي بالبارتي مع الولد الثاني الورع ذا اللي معاه؟ يعني الحركات دي ترى خابرينها بارتي كارتي، ما عندنا كلام فاضي. انا صراحة يعني اشوف لو انك تسحب السوني من الولد يكون احسن، لاني البارتي ذا ماني مرتاح له. علي الطلاق حركاتكم ذي اللي ما لها سنة عليكم تدخلون فيه الجراحات والجراحين ما تمشي علي. اوكي دقيقة الحين عرفنا انك قفطة وقفطت السوني والبارتي وكل شيء، بس جراحين جراحات ايش دخلهم؟ حركاتكم ذي اللي ما لها سنة عليكم تدخلون فيه الجراحات والجراحين ما تمشي علي. انا اللي اعرفه يعني الجراحين والجراحات في المستشفى يا فيكس الدوسري، الله يهديك، يعني ما ادري شكلك متأثر بالفيكس ذا اللي حاطه في اسمك. وش الثاني تعال؟ وش لانتة اللعبة يقول مد الكلمة وش؟ وش اسمها؟ وش الكلمة الجديدة ما عندنا في الحياة؟ الكلمة هذه الظاهر انها تدل على شيء مو بزين. كل ما تنتهي اللعبة يقول جي جي، ليه ما تقول الحمد لله خسرنا، الحمد لله فزنا، سبحان الله اللي خلانا نفوز؟ اما حركات جي جي تقلدون الاجانب ذي ما ماشيتن علي. دبل وراك، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا صراحه اتفق معها، يعني وش اللي جي 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 جي؟ انا الكلمه غريبه يعني ماني مرتاح لها. انا اقول يعني من اليوم ورايح نسميها ججج، يعني كل ما واحد يفوز الجيم ججج. والله الوضع ما يبغى الا زي كذا، يعني هو يقول انه قافط الكلمه، وانا صراحه اهني الرجال ذا الطيب، يعني هو اللي يحافظ على اولادنا وعيالنا من الشركات الماسونيه ذي. يو والله الماسونيه مره قديمين، ما ادري ايش صار لهم الحين يا اخي. الزبد ان الادمي ذا برضه نزل فضيحه نتفليكس، فيا ساتر انا بشوف والله وش فيهم نتفليكس. جبت لكم فضيحه برنامج نتفليكس. دقيقة فضيحة برنامج ايش؟ كم فضيحة برنامج نتفليكس. كمل الله يرضى لي عليك كمل. اول شيء حاطين اسمه نتفليكس وصدنا منكم، هذه ما علينا منها، بس حركات اللي بتحطون فيه نسويين ما تمشي علينا، وليتكم حاطين نسوي عليهم براقع وبشوت، اما انكم تحطين فيه كل واحد على الطرق معلها مطعوب. شوف عيني بها يا الرجال ملبسينها بليت النار ويخلونها في ذا البرنامج ذا عشان الرجال الكبار يشوفونها يدخلون على النسوين يعينون. تبون الرجال يدخلون يعينون النسوين ويتكسبون فلوس؟ حركاتكم ما تمشي علي، على الطرق ما تمشي علي وانا اخ نوره. قفطهم يا نتفليكس، يعني نصيحتي لكم غيروا اسمكم خلاص، الرجال قفطكم سمعتكم بتطيح. والشيء الثاني اللي قاهرني انكم مسمين نتفليكس وبدايه حرفها ان والنصارى بدايه حرفهم ان، فهنا في تشابك في تقليد الكبار. بس دقيقة يعني انت الحين تقول انه نتفليكس اول حرف عندهم ان والنصارى اول حرف عندهم ان فصار تشبيه للكفار. طيب لو افترضنا يعني انه كلامك صح، ما ادري يعني انت شايف نتفليكس يصلوا في المسجد اللي جنبك ولا شايفهم يعني يصوموا معك في رمضان؟ مهم نتفليكس اجانب كفار برضه زيهم زي يا اخي، والله الادمي ذا انا ما ادري كيف يفكر الصراحه. ولكن تعال انت وش فيك حاط اسمك فليكس نتفليكس كلهم نفس بعض؟ اقول علي بالملازيم ان الحركات دي ترى نعرفها وخابرينها، مو بنت اللي تمشيها علينا تقلد من هالكفار، يعني تاخذ الاسم شركه كافره نتفليكس وتقصر اول ثلاث حروف تسمي نفسك فليكس يمينا بلا علي اننا قافطينك. طيحت بسكوت كتكات علي الحرام والطلاق. ها أوب عليك بالحرام والطلاق، هد اللعب يا حبيبي، ايش مسوي لك شركه كتكات؟ انا سمعت ان الرجال ذا متزوج، يعني وش في هذا في كل مقطع علي بطلق علي بلا علي بطلق، وفي النهايه على كتكات وزوجته ساكته ومتحمله. بس يلا وش في كتكات كمان؟ يا دبرتكم ذي انها ما هي بزينه، يوم انكم حاطين اسمك كتكات واللي داخل فيه كل ابوه نعرفه شوكولاته ما ادري شو كاتبين اسمه اجنبي. ايش قصدكم كاتبين اسمه اجنبي؟ تقلدوا الاجانب؟ ليه ما تحطون اسمه بسكوت ابو ولد ولا بسكوت ابو فهد ولا بسكوت ابو محمد واسم العربي؟
ليه تقلدوا الاجانب؟ تحس منكم بتطوروا لما قلدتوا الاجانب على الطريق ما تطوروا. الحين الادمي ذا زعلان انه في شركه اجنبيه سمت شركتها كتكات. لا والمشكله قاعد تقول ليش تقلدون الاجانب وما ادري ايش، يعني ما ادري انت شايفهم عربان عندهم من حليب البل والنياق. اقول لا تحاول تبعد شبهات عنك، ترى الحركات ذي خابرينها، خلك من كتكات والشركه الاجنبيه ذي، انت العربي وانت المسلم، والظاهر اني يعني لك فلبل والنياق والعلوم الطيبه ذي، اسمك ليش مسميه فليكس؟ انت مسلم تخاف الله ومسميه اسمك فليكس، يعني لما تسمي نفسك ابو الشعر ولا ابو التطور مو بنك تقلد الاجانب، هذا مو بتطور، هذا اسمه حركات جراحين. الحين الادمي ذا شو وضعه مع الجراحين يا حبيبي؟ انت الجراحين مسوين لك شيء، يعني ما ادري في كل مقطع جبت طاريهم، ترى الحركات ذي خابرينها. الشيء الثاني يومكم حاطين سهم لنا، وش قصدكم فيه؟ سهم رايحنا صوب الديار اللي انتم خابرين، الديار ما هي بطيب ولا تطيب حولها، الحركات ذي حرام ما تمشي علي. حاطين سهم رايح صوب البلاد اللي حنا خابرينها واللي ما هي بطيبة؟ سهم رايحنا صوب الديار اللي انتم خابرين. طيب واذا حاطين سهم رايح صوب الديار اللي ما هي بطيبة واللي حنا خابرينها، يعني معانا اجنحة بنطير؟ لا وبنحط في يدنا كتكات بدل ما نجيب خريطة ولا نجيب جوجل ماب، نحط في يدنا كتكات ونشوف السهم عشان يدلنا على طريق البلاد اللي ما هي بطيبة. يا طويل العمر اسمع، ترى الحركات دي خابرينها مو بدل تمشيها علينا، السهم ذا يا طويل العمر موجه على محل الحفاظات، يعني قصدهم خذ لك حفاظة من هناك ولا تكثر هرج، وتحرياتك ذي اللي من بقى لا تكثر منها نصيحتي لك. يعني والله الناس غريبه، انا ما ادري الادمي ذا ايش وضعه، يعني بنشوف نهايه المقطع ان شاء الله، بس الادمي ذا برضه نزل فضيحه فورتنايت، بالله خلوني اشوف ايش قال عن فورتنايت. هذا يقول لك شفتك تلعب فورتنايت، العبها بس اني اقصر على الصوت، ما اسمع صوت الاغاني لما قام احد يلايبها. اللي ما فهم ايش قال انه اوكي يلعب فورتنايت لكن من ناحيه الاغاني يعني يطفي الصوت، ومن حقه الصراحه، بكيفه يا اخي، يمكن ما يبغى يسمع الاغاني، بس خلوني اكمل ايش قال بعدها. والشيء الثاني اللي تقول لك لجيت تلعبها وطحت لك في مره قابلتك مره، ليه وانا بقابل المره بقوم اصارع معها ولا اقوم ادابح انا وياها؟ انا لما شفت المره جتني صدت منها وراي ولا طفيت السوني. اما اني اقعد اذبح النسوان في ذا اللعبه ذي اللي ما تسوى الثالث من الغنم على الطرق ما اسويها نخ نوره. والترجم لكل الكلام اللي قاله، قال له قاعد يلعب فورتنايت وشاف يعني من هالنسوان او شاف سكن بنت يعني يطلع من الجيم على طول ويقفل السوني. الحين دقيقه، تخيل انا في جيم وقاتل 30 ومعرق مره وباقي اخر واحد الا يطلع بنت، اقوم اقفل اللعبه واقفل السوني عشان اطلع سكن بنت؟ والله الادمي ذا بيجلطني. وثاني شيء دقيقه بالله اسمع ايش قال. روح وراك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحين تقول السلام عليكم وترجع تسلم على نفسك عليكم السلام؟ الادمي ذا مو صاحي يا اخي. شفت لكم فضيحه الكافي؟ ها فضيحه ليش؟ شفت لكم فضيحه الكافي؟ والله انت اللي كافي من المقاطع البيض هذه، بس كمل بارك الله فيك، خلينا يعني نشوف ايش عندك بالكافي هذا كمان. اول شيء حطي لون اسود من فوق ومن تحت ابيض، وش قصدكم في الحركه ذي؟ عنصريه ذي، هذه عنصريه ولا هي بزار طريقتكم هذه اللي ما لها سنه. يا مركم تحطون كل ابوها اخضر ها مثل شعار المنتخب السعودي، هذا زين لكم. اما حركاتكم تبعبسون وتخبصون على تقوم تصبونه من فوق اسود وتحطون السود انه ما افضل من البيض، هذه ما تمشي علينا، كل ابونا سوا، كلنا واحد. طيب دقيقه يا حبيبي، انت في المقطع اللي قبل شوي حق فورتنايت لابس لي شال اسود من فوق وثوب ابيض من تحت، علي بال الحركه دي ما تمشي علينا، يعني وش تبي تبين من حركتك دي؟ ان السود افضل من البيض؟ يعني لابس لي شال اسود فوق ورافع السود اما البيض حاطهم تحت، وش قصدك انت؟ وش معناتها دي؟ يعني قصدك ان السود افضل من البيض؟ استغفر الله العظيم، يتكلم عن العنصريه وهو اكبر عنصري. اقول تراهم سواسيه وكلهم نفس بعض، بس انت يعني شكلك انك عنصري، يعني صراحه ابي رد على الكلام ذا، ولا تراك عنصري درجه اولى وهذه عنصريه واضحه وصريحه؟ يعني اول شيء ماخذ اسمك وتتشرف فيه الظاهر، ماخذ اسمك من شركه كافره واللي هي نتفليكس، ونتفليكس يعني فيها من هالنسوان والعلوم اللي ما هي طيبه، والحين تبي تقول ان السود افضل من، يعني انا ما ادري والله وش اقول عنك، الله يهديك الصراحه. لا والمشكله وش هي؟ قاعد يلعب بعقول بناتنا وعيالنا وبنات المجتمع وعيال المجتمع، الكلام ذا ما يصير يا فليكس الدوسري، يا اخي انهض واكبر وخليك شاطر، يعني تراك قاعد تتمردح، بديت تترنح يمين يسار، فانا علمتك من بدري. كل ابونا سوا، كلنا واحد، كلنا امن. كل ابونا سوا وفهمناها، بس كلنا امن ايش دخلها في الموضوع بالله؟ كلنا امن. والشيء الثاني حركاتكم كتب كتاب انجليزيه، ليه ما تحطوا كتاب عربيه؟ مو بزي لما تحط لغه عربيه لغه القران الكريم ازين من لغه الاجانب، والله انا هزين واطلق، هذا دبر وراك، سلام عليكم. صراحه يعني في النقطه الاخيره اللي قالها انا اتفق معاه شوي، يعني من جد اتفق معاه، ما اقدر اقول شيء معليش. في مقاهي عربيه يحطوا كل كلامهم انجليزي يعني عشان يقولوا واو شوفونا هاي كلاس نتكلم انجليزي بانجليزي، والعربي يسحبون عليه، يعني انا ما ادري النصيحه هذه حلوه الصراحه، بس يعني نسمع نصيحه من شخص عربي متكي عند العربان وعند البل ومسمي نفسه فيكس مدري فليكس مدري نتفليكس، وش بلاك انت؟ ترى ما يصير اخر واحد باخذ منه النصيحه ذا فليكس مدري فيكس مدري ايش اسمه. في لعبه منتشره اسمها مانجوس، اللعبه دي تلعب عقول ورعي. دقيقه يا حبيبي اصبر، انت تشبك اسمها ايش؟ اسمها مانجوس، هذه لعبه اسمها امونجوس يا اخي، مقص راسك ان شاء الله، كمل وش فيها امونجوس ذي بعد؟ تعال او ما تلعب ايش يسوون؟ ذبح دنيا موت
يذبحون بعض وش قصدكم تخلهم يذبحون؟ والله انا ما زعلت الا على الولد الصغير، يعني كل ما اشترى لعبه كل ما راح مكان تعال تعال تعال، انت وش قصدك شاري اللعبه؟ انت وش قصدك؟ جننت الولد الصغير يا اخي، عقدت الولد. انا صراحه يعني ما اقول الا الله يصبر الولد وبس، يعني انتوا برضو دعواتكم خلونا نساعد الولد يعني ايش حياته زي الاطفال الثانيين. ودميان ليه ما تحطون شيء ثاني غير الدم؟ ليه تحطون دم؟ قصدكم تلعبون في عقول ورعين تعودون على الاشياء اللي ما هي طيبه؟ يعني بالله وش تبغاهم يحطوا بدال الدم؟ حليب النياق، حليب البل، الزبدة. الحين فقرة التحريات، وانا بمجد بعطيكم تحرياتي. انا اخذت لفة على حساب الادمي ذا وشفت انه متابع بنتين، لا مو بنتين، بنتين ذا، لا مو ذا، متابع بنتين، يعني بنت حبتين. واللي ما فهم يعني بلغة الادمي ذا، انا شفت حسابه واكتشفت انه متابع من هالنسوان، يعني انت وش قصدك انت متابع هالنسوان في حسابك مزعج ام من النسوان نسوان؟ انا لو قابلت من هالنسوان فورتنايت بطلع من الجيم بقفل الثواني واطير، انا لو قابلت مزعج ام من هالنسوان، انا ما اشوفهم انا ما اكلمهم، وهو بنفسه ضايف نسوان، ولا مو نسوانة واحدة، نسوانتين، لا وتبغوا تضحكوا كمان، هذه هي النسوانة اللي ضايفها. انا صراحة ما ابغى افضح ملف الرجال كامل، ولا اقول لكم باقي الفضايح تلقوها بالانستغرام. اللي يقول انت كل مشاهدات يعني اساس تبغى متابعين في الانستغرام؟ ايوه ابغى متابعين في الانستغرام، تعالوا لي في الانستغرام وان شاء الله بتكلم عنه هناك وبتكلم عن سوالف مره كثير هناك، بس يعني طالع قدامكم بشاشه برضه موجود تحت بالدسكربشن، وصلونا 200,000 في الانستغرام، وبرضه يعني فجروا زر اللايك والاشتراك ما بقي شيء ونوصل للمليون و600,000 يعني، فاتمنى يعني تساعدونا نوصلها، وبس يعني احبكم كلكم، سلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام.